وللحديث أكثر عن الانتهاكات المستمرة من قبل القوات الحكومية والميليشيات ضد المدنيين وشهادة شهود العيان التي نقلها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بشأن مجزرة قرية الذيبان الأخيرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، بداية أهلا بك. نشرتم شهادات لشهود عيان على المجزرة التي وقعت في قرية الذيبان في أبو غريب بغداد. بداية، كيف تعاملت الحكومة مع هذه الميليشيات؟ هل أجرت تحقيقا جديدا في هذه الواقعة؟ هي لك أخي والمشاهدين الكرام، القوات الحكومية المشرفة على مشهد الجريمة والتي وقعت أمام أنظار هذه القوات ومسامعها منوالها حقيقة لم يختلف عن منوال الأحداث السابقة والجرائم والمجازر العديدة والإبادات الجماعية التي وقعت وحدثت في حق العراقيين المواطنين الآمنين، ولا سيما في هذا الشهر الفضيل وهم يتناولون طعام الإفطار عائلة واحدة مجتمعة في منزلها بدون سابق إنذار، يدخل عليها مسلحون يقومون بفتح النار عليهم عشوائيا على كل المتواجدين على مائدة الإفطار. يعكس هذه العشوائية طبيعة الضحايا، بينهم رجال وأطفال وامرأة. الأمر كان عشوائيا، التنفيذ عشوائي لهذه الجريمة. كما قلت أنها يعني حدثت بشهادة و نعم. دكتور أيمن، دعنا في ذات الموضوع ولكن من زاوية أخرى، يعني في وصف شهود العيان لمسرح الجريمة وانحصاره كما تعلم بين السياج الأمني لبغداد من جهة الشرق ونهر أبو غريب من جهة الجنوب، هذا يعني ما يجعل الفاعل معلوما لدى القوات الأمنية. لماذا باعتقادك لم تقبض القوات الأمنية التي يروج أنها موجودة في سيطرة الصقور، لماذا لم تقبض على الجهة الفاعلة، خصوصا أن شاهد العيان الذي تحدثتم عنه قال إن الفاعلين اتجهوا إلى سيطرة الصقور، لماذا لم يتم القبض عليهم؟ أخي الكريم، هي المنطقة يعني التي وقعت فيها المجزرة منطقة مغلقة أمنيا، وتحت المراقبة التامة من قبل القوات الحكومية، وليس لديها مخرج أو مدخل إلا من خلال سيطرة الصقور. فهذه بعدين، إضافة إلى ذلك، الشهود نقلوا أن المرتكبين اتجهوا باتجاه السيطرة ليختفوا، بعد وصلوا إلى السيطرة واختفوا بعد وصولهم الى تلك الى ذلك المكان. بالنتيجه الامر واضح، الاستهتار بحياه المواطنين متواصل ومستمر في العراق. الامر يعني هذا نهج. المشكله في العراق ان القتل خارج القانون هو نهج سياسي متبع من قبل حكومات الاحتلال منذ 2003 وحتى اليوم. دكتور أيمن، وهذه الجريمة مع الأسف يعني سبقها جرائم كثيرة ولم تكن الأخيرة بطبيعة الحال. دكتور أيمن، هذه الحوادث بما أن القوات الأمنية والحكومية متورطة فيها كما تفضلتم بالحديث، باعتقادكم لماذا هذه الحوادث تقع في مناطق بعينها دون أخرى؟ لماذا تحدث في بعض مناطق وليس في كل المناطق بالعراق؟ أعلم سيدي الكريم، يعني أن ردة فعل الحكومة والميليشيات المساندة لها بالغالب هي ردة فعل انتقامية. ردة فعل الهدف منها التنكيل بالشعب، إحداث أضرار وانتهاكات بحق الشعب. هذه يعني الحقيقة نتنقل إلى مشاهد كثيرة
تدلل على ما أقول. نعم. يعني بالآن ساحات الاعتصام والاعتصام والتظاهر السلمي مجرد أنه مناهض للحكومة فيكون في دائرة الاستهداف، واليوم هذه الجريمة الشنيعة حقيقة النكراء التي لا يمكن أن توصف إلا أنه من فعلها هم يعني ساديون ليس لهم علاقة بالإنسانية لا من قريب ولا من بعيد. اليوم لدينا ضحايا، منهم من فارق الحياة مباشرة، ومنهم من يعني ينازع الموت كما يقولون على فراش في المستشفى لإصاباته من بليغة، ولا سيما المرأة التي أصيبت بالرأس. كنت معنا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لك.